إن بلادنا مقبلة على مرحلة هامة تطلع من خلالها إلى تعميق المكاسب المحققة ورفد مستقبلها بمقومات التجدير والبقاء والتطور، وهي الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 أبريل بحول الله، وهي المرحلة التي تأتي بعد إصلاحات سياسية ومؤسساتية توجد بالتعديل الدستوري لسنة 2016، وهو التعديل الذي أضاف المزيد من التكريس للحقوق والحريات بما في ذلك حق كل مواطن جزائري أو مواطنة جزائرية أن ينتخب